تعطي إشارة انطلاق في هذا اليوم لمنصة سميناها منحتي، تمكن الطالب من إرسال طلباته ووثائقه المختلفة لطلب المنحة عبر الخط، أي نزع الطابع المادي الورقي لطلب منحة الطالب في مختلف إدارات التسيير المنح على مستوى الديوان وعلى مستوى مديريات الخدمات الجامعية. كل الطلبة الذين يستفيدون من المنحة 2000 دينار جزائري شهريا عوض 1300 دينار، وبالتالي سترجع هذه المنحة الجديدة بالفائدة على طلبتنا. كما كذلك استغل هذه الفرصة لأعلن أن المنحة ستصب شهريا كل 18 من كل شهر.